فخاخ دي، دي الأسئلة دي مفخخة ملغمة الأسئلة دي. لا ما فيش حاجة غيرت مفاهيمي عن الحب. حابب أعرف منك بتشوف إيه أكبر تحدي بيواجه العلاقات عموما؟ المجتمع، المفاهيم المغلوطة، إن إحنا نبقى مش فاهمين نفسنا أصلا قبل ما نخش في علاقة، فهنخش فيها إزاي إذا كان إحنا مش فاهمين، يعني حاجات كتير. بتشوف إن الفن ساهم في إنه ينقل صورة مغلوطة عن العلاقات بشكل عام؟ لا يعني ما أقدرش، يعني ما أقدرش نتهم الفن بإن هو عمل كده. قد يكون إن في أعمال ساهمت في ده زي أي حاجة تانية، زي ما في أعمال تانية ساهمت في إن هي تنور حاجة، فهو ولكن أنا شايفة إنه الفن دوره مش توعوي. التوعية من خلال الثقافة هي نتيجة، ولكن أنا ما ينفعش إن أنا أخش، ده رأيي، إن أنا أبقى بعمل حاجة وأبقى هدفي إن أنا هدي محاضرة للناس أو إن أنا هرد على أسئلة. الفن بيسأل مش بيرد. لو علاقتك العاطفية ممكن تبقى فيلم، ممكن يبقى اسمه إيه؟ قيد التطوير. البحث عن الذات، قلتها قبل كده. شايفة انه الافلام مؤخرا بقت محطة الصورة النمطية، بتعزز الصورة النمطية لبعض الصور زي فكرة الحمل العقربة، العامة اللي مش عارفة ايه، شايفة ان ده بيساهم بشكل سلبي في صورة معاشرة لطيفة؟ ما زي ما بقولك احيانا مش كل الاعمال بتعمل كده، ولكن بعض الاعمال بتعمل كده للأسف، وهي دي الخطورة، لانه ده معناه انه الموضوع مسطح جدا واحنا مش منتعمق. فهو ده اللي انا بقوله، انه نفسي ان احنا نتعمق اكتر، لانه الدنيا فيها يعني اشكال والوان، مش كل حاجه بتبقى عامله كده. يعني البوكسينج ده خطر.